الدجاج، الدجاج بطاطا والزيت والمشعل. كنشد الدجاج هو الاول كنغسلو مزيان بالملح والحامض باش تحيد منه كاع الزفوريه وهذاك الشيء ياك. بطاطا كتقطع، الزيتون تنجيبو ديجا ماشي اي زيتون، ما تجيبوش بالعلفه راه خير كيهرس السنين، مجعوب زيتون مجعوب خضر صفر ولا خضر شي تسمى. زيت العود، شويه البصله، كدير البصله تشحر مع شويه القوام وهذا، كتخليها تشحر شويه الماء، تخليها تشحر مزيان، كتحط الدجيجه تدخل عليها شويه الماء، كتخليها طيب واحد شويه تتفور، كتلوح عليها بطيطه وتزيد الماء وكتخليها على خطره تتعسنا مع سيدي وتتحطها في الطبيصيل راه برع. انا عزيز عليا الكمون ملحة ما كنكثرش بزاف، وشويه ديال شي تسمى ديك الفلفله الحمراء سميتو تحميره، وزعفران ضروري، شويه زعفران الحر باش راه باش يطلق البشره ديال الدجاج. واش ناخر؟ شويه سكنجبير ضروري، شويه البزار ماشي بزاف حيت ما مزيان. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.